بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات المصرف. امبارح كان اجتماع الفدرالي الامريكي، وزي ما كان متوقع تم تثبيت اسعار الفايده في نطاق ما بين 5.25% و5.5%. الصدمه مش هنا، الصدمه كان في توقعات اعضاء الفدرالي لخفض معدلات الفايده في خلال عام 2024 و2025، والتصريحات اللي صدرت من جيروم باول في المؤتمر الصحفي اللي كان بعد الاجتماع. هنعرف كل الكلام ده بالتفصيل وتاثيره على الاسواق، سواء الاسهم او الذهب على وجه الخصوص، واخر الاخبار والتوقعات الخاصه بالاقتصاد المصري، والتقرير اللي صدر من جولدمان ساكس اللي بيتكلم فيه عن تحكم البنك المركزي في سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري. وبحب افكر حضراتكم دايما بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يجي لك اخر الاخبار والتطورات، ويهمني جدا ان انا اعرف راي حضرتك، الحلقه عجبتك او لا. امبارح اول حاجه صدرت هو كان مؤشر اسعار المستهلكين او معدل التضخم في امريكا اللي صدر اقل من التوقعات. الاسواق كانت بتتوقع ان هو يبقى في حدود 3.4%، صدر ب 3.3%. ده ادى حاله من التفاؤل، وابتدت الاسواق ترتفع، سواء الاسهم او الذهب اللي كان بيتراجع من يوم الجمعه اللي فاتت بعد صدور تقرير الوظائف الغير زراعيه باعلى من التوقعات، وسجل 272 الف وظيفه. وكان في سلسله من التراجعات على اسعار الذهب، وصل عند تحت مستويات ال 2300 دولار للاوقيه، ووصل عند مستويات ال 2291 دولار للاوقيه الواحده. ابتدى يرتفع ووصل عند مستويات ال 2325، بس الصدمه جت لهم بعد صدور البيانات الخاصه بالاجتماع الفدرالي الامريكي وتوقعات اعضاء الفدرالي الامريكي بان يحصل خفض واحد فقط في خلال عام 2024 ب 25 نقطه اساس، بعد ما كانوا بيتوقعوا في الاجتماع السابق او اجتماع شهر مارس اللي فات اللي بيحددوا فيه الدوت بلوت او توقعات اعضاء الفدرالي، ان هيتم الخفض 3 مرات في خلال عام 2024 ب 75 نقطه اساس، وتخفيض واحد في خلال عام 2025. التوقعات اتقلبت، او الدوت بلوت اتقلب، بمعنى ان هو هيبقى فيه تخفيض واحد في خلال عام 2024 ب 25 نقطه اساس، وان هيبقى فيه 4 تخفيضات في خلال عام 2025 ب 100 نقطه اساس. دي توقعات اعضاء الفدرالي اللي صدرت امبارح، وانهم رفعوا توقعاتهم للتضخم في نهايه عام 2024، بدل ما كان بيتوقعوا ان التضخم الاساسي يوصل ل 2.6%، انه يبقى عند 2.8%. ده ادى احساس للاسواق ان هو لا، بعد ما كانوا بيتوقعوا ان يبقى فيه خفضين في خلال العام الحالي، ممكن ان هو لا يبقى فيه تاثير ويحصل خفض واحد فقط، بس لسه مستمرين عند توقعاتهم ان هو لسه هيحصل خفضين. اللي هيخليهم يتاكدوا اكتر اذا كان هيبقى خفض واحد او اتنين هي بيانات الاقتصاد الامريكي اللي هتصدر في الفتره المقبله. تصريحات جيروم باول بصفه عامه كان بتتكلم على ان هو حصل تقدم طبعا في خفض معدلات التضخم، بس لسه ما عندهمش الثقه الكافيه اللي تخليهم يقولوا ان هو لا نبدا نخفض معدلات الفايده، وان سوق العمل لسه قوي، وان تسجيل معدلات البطاله ل 4% ده ماشي شيء ايجابي، بس لسه مش هم زي ما هم عايزين، لان هو كده لسه اعلى من المفروض يبقى عليه، وان لسه في تسارع في نمو الاقتصاد الامريكي، وان التضخم لسه عنيد ومتجذر رغم الانخفاضات الملحوظه، بس لسه ما وصلش للمستويات اللي تخليهم عندهم ثقه ان هم يبداوا يخفضوا معدلات الفايده، وان فعلا هو تاخروا في الخفض، بس لسه ده بسبب المخاطر اللي ممكن تحصل لو هم خفضوا معدلات الفايده قبل الوقت المناسب بالنسبه لهم، وان هم واخدين احتياطاتهم ان لو حصل، والاجراءات اللي هيعملوها لو حصل انخفاض في سوق العمل، بس لسه التضخم فضل متجذر بالشكل ده، وان هم مش هيعتمدوا على قرايه واحده من قرايات التضخم علشان يبداوا يخفضوا معدلات الفايده بناء على القرايه اللي حصلت امبارح، وان هم ممكن يراجعوا توقعاتهم دي بناء على البيانات اللي هتصدر في الفتره المقبله، وان هم محتاجين مزيد من القراءات اللي تخليهم عندهم ثقه ان هم يبداوا يخفضوا معدلات الفايده. لما تم سؤال جيروم باول على ان دلوقتي الدولار المرتفع بيأثر على بعض الاسواق زي اليابان والاسواق النشأة، ايه نظرته للموضوع ده وايه اللي ممكن يعمله علشان يحد من تأثير الدولار القوي على الدول دي؟ قال لك انا ماليش دعوه بالموضوع ده، وزاره الخزانه هي المسؤوله عن قوه الدولار، انا كل اللي يهمني ان انا اخفض معدلات التضخم، يعني مش فارق معايا تاثير الدولار المرتفع بسبب الفايده المرتفعه على الاسواق الناشئه، وكل همه هو التضخم. نظريا طبعا هو معاه حق، لان الاولويه عنده هو خفض معدلات التضخم، وان هو يبقي سوق العمل قوي، وان هو يوصل الاسعار او يعمل توازن في الاسعار بالنسبه للاقتصاد الامريكي، بعد كده نشوف بقى الدول الثانيه، بس واقع الامر هو بيأثر على الاسواق العالم كلها وخاصه الاسواق الناشئه. خلال التصريحات بتاع جيروم باول، الاسواق بعد ما كانت مرتفعه سواء الاسهم او الذهب كلها ابتدت تتراجع زي ما اتكلمنا، وابتدى الداو جونز بعد ما كان محقق مكاسب تحول الى خسائر، وبالنسبه للاس ام بي قلص من المكاسب بتاعته، بس برضه قفل عند مستوى قياسي عن اللي قفله قبل كده، والذهب تراجع من عند مستويات ال 2346 لحد مستوى ال 2317 وقت تصوير الحلقه، وحقق خسائر عن المستوى اللي فتح عنده امبارح. بعض المحللين بيقول لك ان تغيير الدوت بلوت ده شيء ايجابي في نظرهم، لان هو لو كان فضل على نفس المستويات بتاعت 3 مرات الخفض في خلال عام 2024،
ده كان ممكن يدي نوع من الاشارات للاسواق ان ممكن يحصل ركود في الاقتصاد الامريكي. تغيير الدوت بلوت ده بيؤشر وبيقول ان الاقتصاد الامريكي قوي وان ممكن ما يحصلش عمليات خفض في خلال العام الحالي ما غير ما بين مره او مرتين. انا في رايي الشخصي ان هيحصل خفض مره واحده فقط او ممكن ما يحصلش خالص في خلال عام 2024 ويبدا العمليات الخفض في خلال عام 2025، بس بكام مره برضه لسه ما نقدرش نحكم في الوقت الحالي. بالنسبة لأسعار الذهب وإيه المتوقع، ده هيعتمد بقى بناء على البيانات الاقتصادية اللي هتصدر في الفترة القادمة لمن الاقتصاد الأمريكي هيبتدي يتحرك بناء عليها. يعني احنا أول حاجة هنبص عليها هو النهاردة هيصدر مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ان هو يصدر في حدود 2.5%، لو صدر أعلى من كده ده هيضغط على الذهب. في نفس الوقت برضو النهاردة هتصدر بيانات إعانة طلبات إعانة البطالة اللي متوقع انها تبقى في حدود 225 ألف طلب، لو جه أقل من الطلبات دي أو عدد الطلبات دي برضو ده هيأثر بالسلب على الذهب، والعكس صحيح بالنسبة للحالتين، لو مؤشر أسعار المنتجين جه أقل من التوقعات وطلبات البطالة أعلى من التوقعات ده هيدي قوة للذهب ويبتدي يرتفع. طيب المستويات اللي هيوصل عندها ايه؟ في حالة ضغط بيانات الاقتصاد الامريكي على الذهب والبيانات كانت سلبية بالنسبة للذهب هنبتدي نروح عند مستويات الـ 2285 دولار الأوقية، لو اول حاجة هيوصل عندها هي الـ 2300 ثم الـ 2285 ثم الـ 2263 فالـ 2254 هبوطا لمستويات الـ 2234 فالـ 2200. والعكس صحيح، لو حصل ان البيانات جت في صالح الاقتصاد الامريكي هيبتدي يتحرك عند مستويات ال 2325 ثم ال 2345 فال 2360 2388 فال 2400. دي المستويات اللي الذهب هيبتدي يروح عندها على حسب البيانات اللي هتصدر من الاقتصاد الامريكي. اي حاجه في صالح الذهب وسلبيه للاقتصاد الامريكي هتبتدي تحركه للمستويات المرتفعه دي، والعكس اي بيانات سلبيه بالنسبه للذهب وتوضح قوه الاقتصاد الامريكي هيبتدي نروح عند مستويات ال 2200 تباعا على حسب المستويات اللي اتكلمنا عنها. طيب ايه توقعات بنك تي دي اس او تي دي سيكيورتيز الكندي لاسعار الذهب في الفتره المقبله؟ البنك بيقول ان هو رغم قوه الاقتصاد الامريكي بس كان في مرونه في اسعار الذهب وكان قادر ان هو يمسك نفسه في خلال الفتره السابقه ويتماسك عند المستويات اللي كان موجود عندها بالرغم من تراجع الصين وتوقفها عن شراء الذهب في خلال شهر مايو. هو بيتوقع ان يبتدي يحصل ضغط على الذهب في الفتره المقبله ولو نزل تحت مستويات ال 2300 هيبتدي يحصل نزول لحد مستويات ال 2200 وهيبقى في موجه بيعيه كبيره لو الذهب نزل تحت مستويات ال 2200، بس عنده رؤيه ان هو لو حصل ان الذهب وصل عند مستويات ال 2200 ده ممكن يشجع البنك الشعب الصيني ان يبتدي يشتري الذهب مره اخرى، واللي كان وقفه عن الشراء هو المستويات المرتفعه اللي كان وصل عندها. دي اخر الاخبار والتوقعات بالنسبه للذهب في الفتره المقبله. نيجي نتكلم بقى على الاقتصاد المصري وايه المتوقع اخر التوقعات. وكاله بلومبرج توقعت ان مستويات النمو بالنسبه للعام الحالي 2024 تبقى عند مستوى 3.1% بعد ما كانت متوقعه ان هي تبقى 3.4%، اما بالنسبه للعام 2025 فثبتت توقعاتها عند ال 4.4%. بالنسبه لمعادلات التضخم توقعت انها تبقى في خلال العام الحالي تبقى عند مستوى 32.2% بعد ما كانت متوقعه ان يبقى عند مستوى 31.1%، وان هي في عام 2025 هتبقى عند مستوى 20% بعد ما كانت متوقعه مستوى 18%. دي اخر التوقعات بالنسبه لبلومبرج. في نفس الوقت كان في تصريح من البنك المركزي ان الهوت كاش او الاستثمارات الاجنبيه الغير مباشره في ادوات الدين الحكوميه وصلت عند مستوى 23 مليار دولار. احنا اخر حاجه كنا اتكلمنا عنها مع حضراتكم ان هو وصل عند مستوى ال 20 مليار دولار، لا هي مرتفعه دلوقتي لمستوى ال 23 مليار دولار. نيجي بقى على تقرير جولدمان ساكس الخاص بتحكم البنك المركزي في سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري، واللي بيتكلم عن انه بعد تاكيدات من صندوق النقد الدولي والقطاع الخاص في مصر ان البنك المركزي ما بيتحكمش في سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري وان هو متروك للعرض والطلب، وان المستويات الثابته او الشبه ثابته عند في الوقت الحالي ما بين مستويات ال 46 وال 47 ده نتيجه للوصول الى مستوى التوازن ما بين العرض والطلب، وان هو دلوقتي ممكن يرتفع عن كده في حاله زياده الطلب وما كانش فيه معروض، والاحتياطات اللي موجوده ممكن ان هي تؤدي الى ما يحصلش ارتفاع بشكل كبير في الاسعار لو حصل زياده في الطلب. وفي نفس الوقت توقع ان موضوع رفع الدعم عن الخبز بنسبه 300% مش هياثر على معدلات التضخم غير بنسبه 0.5% فقط، وان الاجراءات رفع الدعم عن باقي المحروقات كمثال والكهرباء في الفتره المقبله ده ممكن ياثر شويه على معدلات التضخم، وانه على اسوأ تقدير ان هو يوصل في نهايه الربع الرابع من العام الحالي عند مستويات ال 30% ده على اسوأ التقديرات، وان هو يبقى في خلال عام 2025 ينتهي عند مستوى ال 13%. ده ببساطه ايه اخر الاخبار والتطورات الخاصه بالاقتصاد المصري ونتيجه اجتماع الفدرال الامريكي والتصريحات اللي صدرت من جيروم باول وتغيير توقعات اعضاء الفدرال الامريكي لمستويات خفض الفائده في خلال العام الحالي والعام القادم وتوقعات اسعار الذهب.
وانتظر في تعليقات حضراتكم اي استفسارات خاصه بحلقه النهارده وتوقعات حضرتك لاسعار الذهب في الفتره المقبله ولسعر الدولار اللي امام الجنيه المصري. انا في رايي الشخصي ان هو هيفضل زي ما بقول لحضراتكم في نطاق ما بين ال 46 وال 49. بنك يو بي اس كان اصدر توقعات ان هو يبقى في مستوى ما بين ال 46 وال 51 ومنتظر توقعات حضراتكم في الفتره المقبله في التعليقات. ودي كانت حلقه النهارده من المصرفي، يا رب اكون قدرت افيدكم بالموضوع ده، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تجيلكم اشعارات الحلقات الجديده، ولو الحلقه عجبتك دوس لايك واعمل شير عشان الناس تقدر تستفيد، واذا ما عجبتكش دوس ديسلايك وقول لي سبب في التعليقات، يهمني ان انا اعرف راي حضرتك. واشوفكم على خير، محمد رجب.